جمعتكم مباركة أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: ألمانيا تقدم منحة بمبلغ 15 مليون و600 ألف دولار لدعم النازحين في اليمن. إصابة 3 مدنيين بقصف حوثي في قرى حيس جنوب الحديدة. وكالة 2 ديسمبر أوردت العناوين التالية: البرلمان العربي يدين إعاقة الحوثي للسلام ويطالب مجلس الأمن بوقف التدخلات الإيرانية باليمن. استشهاد خبير في نزع الألغام أثناء قيامه بتفكيك شبكة ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية جنوبي الحديدة. إنسانية المقاومة تغيث نازحي مقبنة بمواد إغاثية متنوعة. منحة ألمانية جديدة ب15 مليون و600 ألف دولار لدعم النازحين في اليمن. الساحل الغربي أورد الآتي: مصدر أمريكي: حسن إرلو ليس هو عبد الرضا شهلائي. القوات المشتركة تنصب محرقة لعشرات الحوثيين شمال مقبنة. ناطق المقاومة الوطنية: الحوثي يعترف بجريمة بالغة الفداحة بحق الأسرى. وكانت خبر طالعتنا بالعناوين التالية: الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على شهلائي وتؤكد أن المكافأة للقبض عليه ما زالت قائمة. صراع الأجنحة يطيح بمحافظ ميليشيا الحوثي بالضالع. مركز دراسات يكشف عن إفراج الحوثيين عن نحو 70% من عناصر القاعدة في صفقات تبادل. الأمم المتحدة: نزوح 150 ألف يمني خلال العام 2021. في موقع نيوز يمن نقرأ: محللون: تجاهل الشرعية مطالب حضرموت سيحول الهب إلى ثورة عارمة. أسقط أسطوانة السيادة: كورونا إرلو يفضح علاج طه المتوكل. موقع عدن الغط العنا بالعناوين التالية: رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية. الحوثيون يفرجون في صفقات تبادل عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة. منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 8000 شخص نزحوا خلال أسبوعين. الزعوري: أكثر من 80% من الشعب اليمني يعتمد على المساعدات في ظل الأزمة الحاصلة. في صحيفة الشارع نطالع: معارك على أشدها جنوب وغرب مأرب، والميليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة. من الصحف العربية الشرق الأوسط: الأسطول الأمريكي الخامس يصادر أسلحة متجهة إلى انقلابيي اليمن. الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بردع إيران. دهشة يمنية من دعم أممي لزارع الألغام بذريعة نزعها. وأخيرا من موقع الحدث الإخباري: لتنفيذ أجندتهم، الحوثيون حرروا 70% من عناصر القاعدة. واشنطن: تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة يطيل أمد الحرب باليمن. صنعاء وشهر التحولات، دم صالح يبدد أحلام الفرس. تحت هذا العنوان أورد عبد السلام القيسي مقالا كتب فيه: ديسمبر شهر العظماء، شهر الملاحم العظيمة، شهر التحولات. في ديسمبر استشهد الزعيم صالح بأمر من إيران وأشرف على قتله قاسم سليماني. وفي ديسمبر قتل حسن إرلو في صنعاء، وتكامل السردية أن ديسمبر فيه تبدأ الأحلام وتنتهي. أحلام ديسمبر التي تحققت بدم الصالح، وأحلام الحرس الثوري التي تبددت وتلاشت وانتهت في اليمن بمقتل الفارسي. يا علي عبد الله صالح، قر عينا ونام. يجب أن يحتفل العرب، كل العرب، بمقتل حسن إرلو الحاكم الفارسي في صنعاء. يجب أن تتراقص المدن من صنعاء إلى بغداد، إلى دمشق، إلى بيروت، من الخليج إلى المحيط. لقد كسرنا الأنف الفارسي المعكوف الذي أتى يتبختر وسط العاصمة التاريخية للجزيرة وللعرب. يجب أن نحتفل، أن نعلن بداية انحسار الكسروية الساسانية وانتهاء الكهنوت، فإذا مات الفارسي سرعان ما يموت ذيله. السلاليون فشلوا في تحويل مقتل حسن إرلو إلى مناحة،
لأن في قرارة أنفسهم أن مجرد قتله في صنعاء هزيمة نكرة لسيادتهم المزعومة، ولأن القاتل عربي والمقتول فارسي، وهنا يظهر الفرق بين الحق والباطل وبين الأرض والمحتلين للأرض. نحن عرب وهم فرس، ويعيون عن مواساة أنفسهم بكلمة، فالخيانة مشينة وساقطة. إلى مقال آخر للصحفي عادل النزيلي بعنوان مصرع إلو والصدمة الحوثية. سواء بكورونا أو بغارة جوية مات إيرلو، وحالة صدمة حوثية واضحة بالحدث. ماذا سيخسر الحوثي بهذا الغياب؟ الدعم والعلاقة بإيران لن تتأثر، فهي ليست شخصية تنتهي بغياب مهندسها. أما العمليات العسكرية فيديرها على الأرض خبراء عسكريون، على رأسهم الفريق عبد الرضا شهلائي. وضع إيرلو في صنعاء كمرجعية إيرانية لاحتواء صراعات أجنحة الحوثي والفصل في خلافاتهم، ونجح في تلك المهمة إذ تراجعت حدة الخلافات وتم تصفية عدد من المحسوبين على الحركة، أهمهم حسن زيد لصالح رجال الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية ومشروعها بأبعاده الإقليمية. اليوم تعاني جماعة الحوثي حالة انكشاف بعد رحيل إيرلو، والصراع الذي أخمد بضغط إيراني سيتفجر مع استمرار الضغط لحسم معركة مأرب. والأصوات الرافضة لاستمرار هذا النزيف والمتغيرات الإقليمية والدولية الضاغطة على الميليشيا للانخراط في تهدئة وجهود إحلال السلام. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع الشرق الأوسط تحت عنوان 3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة، نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات. كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي هيئة حكومية، عن أن أكثر من نصف المخيمات مهددة من السيول والفيضانات، مع بلوغ عدد النازحين في المناطق المحررة 2,827,000 نازح. يوجد منهم في المخيمات أكثر من 400,000 شخص، فيما بلغ عدد النازحين المقيمين في المنازل 2,424,000 نازح. وحذرت الوحدة من أن المشردين بسبب الحرب الحوثية في 79 مخيما مهددون بالطرد، إلى جانب 77,000 أسرة مهددة أيضا بالطرد من المنازل التي تعيش فيها بسبب عدم القدرة على دفع إيجاراتها أو بسبب العلاقة المتوترة مع المجتمع المضيف. وفي دراسة مسحية نفذتها الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ذكرت أنها تدير 548 مخيما في 13 محافظة يوجد فيها أكثر من 400,000 نازح، إلى جانب أكثر من 900 من التجمعات السكانية يوجد فيها النازحون في البيوت. لمناقشة أوضاع النازحين في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الشتاء القارس، أرحب بضيفي من القاهرة عبد الحميد الشرعبي، مدير عام مكتب وكالة الأنباء اليمنية بمحافظة مأرب. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. أهلا بك أستاذ تامر، ونشكركم على هذه الاستضافة، ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف. فاصل ومن ثم نبدأ النقاش. أستاذ عبد الحميد، أنت قادم من محافظة مأرب، أكثر المحافظات اليمنية استقبالا للنازحين، أكان في المنازل أو في مخيمات النزوح. هناك أكثر من 182 مخيما. لو تحدثنا عن ظروف النازحين في هذه المحافظة في ظل التصعيد الحوثي. وضع النازحين في هذه المحافظة صعب أن توصفها الكلمات، أوضاع مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. الكثير منهم تعرض للتهجير القسري إن صح أكثر ما هو نزوح. نعم. بموجب التوصيف الدولي أكثر من مرة، بعضهم إلى 5 مرات 6 مرات تعرضوا نتيجة قصف مخيماتهم، ثم ينتقلون إلى مناطق أخرى
حتى وصلوا إلى مدينة مارب أو مدينة الوادي ظنا منهم أنهم في أمان، ولكن أيضا ما زالت تلحقهم الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأوضاع الذي يرحلون الذي يعيشونها أوضاع صعبة، وخاصة مع تغير المناخ. الآن مع بداية الشتاء توفى طفلان بسبب شدة البرد في أحد المخيمات. مصدر في الوحدة التنفيذية قال أن الرقم ارتفع إلى 5 أطفال مع بداية الموجة. الآن ما زال هناك أطفال يعانون من 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 أمراض ونساء وشيوخ. نعم. وهم الفئة الأكثر ضعفا وتضررا من هذا التهجير. الغذاء والمنظمات للأسف لا ينظرون إلى قضية النازحين إلا كرقم فقط، يرصدون تحركاتهم، ولكن تدخلاتهم تكاد تكون معدومة، خاصة مع التدخلات الطارئة عند أول نزوح. يحتاجون إلى المأوى، يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى التدخل السريع، المياه، ولكن المنظمات تظل في لقاءات واجتماعات ودراسات، وتمر الأسابيع والشهور دون أي تدخل فعلي على أرض الواقع. يجمعون الملايين والمليارات باسم النازحين، ولكن لا تصل ولا تلمس على أرض الواقع أيضا بالتدخلات السريعة أو على المدى البعيد. بعض النازحين كانوا في مناطق نزوحهم الأولى يحصلون على حصص غذائية، ولكن عندما ينزحون إلى مناطق أخرى أو يهجرون قسرا، للأسف المنظمات تغيب حتى عن صرف حصصهم من المواد الغذائية، ويظلون الأشهر بعضهم أكثر من عام وهم يلهثون ويجرون بعد وراء حصصهم التي كانوا يستلمونها، ولكنهم لم يستلموها من المنظمات، وتصرف في المناطق التي كانوا فيها لجماعات الحوثي التي هجرتهم وبأسمائهم. هناك نازحين أيضا، تخيل أن أكثر من 20 حالة توفت بسبب لدغات الثعابين أيضا في المخيمات. نعم. ولم يجدوا الترياق أو قيمة الترياق. هناك غلاء في الإيجارات لا يستطيعون، والخيام ممزقة. البرد العام الماضي الأمطار قرفت العديد من الخيام وتوفى العديد من الأشخاص. لولا تدخل السلطة المحلية واستضاف بتوجيهات المحافظة باستضافة العديد من الأسر المتضررة في الفنادق على نفقة السلطة المحلية، كان وضعهم أكثر سوءا، بينما غابت المنظمات وظلت تكتفي بالبيانات. في مناطق الحوثيين أيضا النازحين هناك يعانون الأمرين. نعم. هناك تبادل فساد بين المنظمات وميليشيات الحوثي حقيقة، وتمد المساعدات لميليشيات الحوثي التي تلتهمها وتدعم المجهود الحربي، وتكتفي المنظمات بعد ذلك تبريرا للتاريخ أنها تصدر بيان أن الحوثيين يخطفون الغذاء من أفواه الجياع، وهذا لا يعفيها من الفساد. نعم. ولا يعفيها من الفساد في مناطق الشرعية. تقاعس المسؤولين في الشرعية أيضا عن أداء دورهم وتسليم الدور التي يجب أن تقوم. نعم. به الحكومة تجاه مواطنيها. أستاذ عبد الحميد، أيضا للمزيد من النقاش أن أشرك معي عبر الهاتف فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة. أستاذ فهمي، استمعت إلى طرح ضيفي من القاهرة يتحدث بأن النازحين في المخيمات يموتون بسبب لدغات الأفاعي، بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، أيضا استهداف صارخ وواضح من قبل ميليشيا الحوثي لتلك المخيمات بالصواريخ. ما الذي تبقى لهؤلاء النازحين من حقوق؟ نعم، بداية أسعد الله مساءكم أنت وضيفك الكريم الأستاذ عبد الحميد والمشاهدين الكرام. حقيقة كما تفضل الأستاذ عبد الحميد، هناك وضع مأساوي، وضع كارثي بكل معنى الكلمة، بسبب الهجوم العشوائي، الهجوم الواسع، الاستهداف بالصواريخ والمقذوفات الصاروخية على المدنيين وعلى الأطفال وعلى النساء. هناك عملية تهجير قسري تقوم بها هذه الميليشيات ضد المدنيين. اليوم نحن نتحدث عن خلال 3 أشهر فقط 100,000 نازح، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء، يهجرون في هذه الأجواء الشتوية الباردة. هناك أضرار نفسية كبيرة، الناس فقدوا أعمالهم، فقدوا مزارعهم، الأطفال فقدوا تعليمهم، تركوا مقاعد الدراسة. هناك أضرار اقتصادية، أضرار متعددة،
تمس هؤلاء المدنيين بفعل هذه الآلة، آلة القتل الحوثية، آلة الموت التي أشعلت الحرب في كل أرجاء البلاد ونكلت بالناس، والناس يضيقون ذرعا من جراء هذه الممارسات وهذه الانتهاكات وهذه المعاناة التي تسببت بها هذه الميليشيات خدمة للمشروع الإيراني لتدمير المنطقة. وأيضا أخي الكريم، المعاناة ما زالت مستمرة في غياب أو محدودية تواجد ودور المنظمات الدولية والأممية. وللأسف الشديد عندما نقارن الأرقام فإن 75% تقريبا من النازحين على مستوى الجمهورية هم متواجدين في مناطق الشرعية أو المناطق المحررة، في الحديدة، في مارب، في الجوف، في المناطق المحررة، بينما 25% في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. نعم. لكن عندما نجد الدعم، دعم المنظمات الأممية، فإنه العكس، 75% من هذا الدعم الكبير يذهب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لأنها تتواجد في منافي العاصمة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ترتهن وتخضع لقرارات الحوثيين للأسف الشديد. والفتات من هذا الدعم ومن خطط الاستجابة تذهب إلى مناطق إلى النازحين والمضررين في مناطق الشرعية للأسف الشديد. تناقض عجيب وغريب من قبل هذه المنظمات، وندعو الجميع إلى الوقوف بحزم وجدية أمام هذه الممارسة. نعم. أيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور إيهاب القرشي، المختص في المجال الإنساني ومدير عام الرقابة والتقييم في يمن دايركت. دكتور إيهاب، مرحبا بك. ألو دكتور إيهاب، أهلا وسهلا، أنت على الهواء الآن. أهلا وسهلا بك أخي. دكتور إيهاب، يعني الملاحظ أن النازحين الآن في اليمن يعانون الأمرين، دون مأوى أو غذاء وحتى ما. في المقابل المنظمات الأممية، يعني ومن ذلك برنامج الأغذية العالمي، يؤكد على أنه سوف يقلص من الكثير من البرامج والمساعدات نظرا لنقص التمويل. كيف تقرأ هذه التصريحات من المنظمات الأممية في ظل مليارات الدولارات التي استلمتها من قبل ما يسمى بخطط الاستجابة الإنسانية؟ أولا، النازحين جزء من المنظومة أو المشكلة اللي موجودة في اليمن، والتي يعمل العالم على حل حالتها بقدر الإمكان. لكن الخطط الاستجابة الإنسانية لم تؤدي يعني مفعول بشكل كامل، رغم وجود تغطية شبه كاملة في بعض السنوات. في العام الماضي لم تحظى خطة الاستجابة بالتمويل الكافي، والأمم المتحدة تناشد دائما برفع هذا التمويل خلال خطة عام 2021. أيضا لم تكن هناك أي خطة لعام 2022 حتى اللحظة، ونحن في آخر شهر من العام 2021. بمعنى ذلك أن المشكلة لدى الأمم المتحدة هي مشكلة التمويل، لكن ليست لها علاقة بمستوى يعني مستوى الانحطاط أو الحضيض اللي يعيش فيه النازحين في اليمن. هذه ترمق لها فقط حتى تحصل على أموال أكثر، لكنها في نفس الوقت تخفض يعني أنشطتها وأعمالها، وكأنها تجبر العالم على أن يفي بمستحقاتها أو يزيد بحجم التمويل لهذه المنظمات. بمعنى واضح أنها تستغل القضية اليمنية دون أن تقدم الحلول الكامل أو الحلول الكاملة لمشكلة النازحين على أقل حد من الاحتياجات الإنسانية في اليمن، وهم الفئة الضعيفة جدا. نعم. دكتور إيهاب، أرجو أن تبقى معنا. بالعودة إليك أستاذ عبد الحميد، يعني كما ذكرت في حديثك بأن معظم النازحين الذين يعني الآن في مأرب هم أجبروا على النزوح، وهم مهجرين أكثر من كونهم نازحين، لأنهم تركوا منازلهم مجبرين على ذلك. هم تركوا منازلهم بحثا عن ملاذ آمن. الآن في ظل التصعيد الحوثي منذ فبراير الماضي والصواريخ الباليستية وأيضا الطيران المسير،
هل يعني سلب النازحون من حقهم في الشعور بأمان؟ حقيقة النازحون في كل في مأرب، سواء إلى مأرب أو في الساحل أو في الضالع أو في تعز أو في عدن أو غيرها، هم أجبروا على التهجير القسري بحثا عن الأمان والحياة الكريمة، يتساوون جميعا في أسباب النزوح والخطر التي تهدد حياتهم وحياة أسرهم. لكن مع ذلك هم الآن لا يبحثون عن الحياة الكريمة، ولكن يبحثون عن أبسط الأشياء، المقومات التي تبقيهم على قيد الحياة. ومع ذلك ما زالت الشعور بالخوف يلاحقهم، المقذوفات والمسيرات تلاحقهم، الصواريخ تلاحقهم، الجوع يلاحقهم، البرد يلاحقهم، نقص التموين يلاحقهم، يعني الأمراض والأوبئة تفتك بهم. ما زالت هناك يستخدمون معاناتهم كشعارات، ولكن للأسف على أرض الواقع المنظمات للتسول وعلى أرض الواقع ليس لها أثر حقيقي، برغم المليارات التي تصرف. نعم. تصرف على مقرات وعلى رواتب وسيارات وغيرها ورفاهية ودراسات وورش عمل، والنازح لا 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 يستفيد من هذا، لا غذاء ولا دواء ولا ما يساعده على البقاء والحياة. نعم. في ظل شرعية أيضا متقاعسة عن دور أدائها في محاسبة المنظمات الدولية ومتابعتها، اكتفت بتسليم الدولة للمنظمات الإنسانية لتقوم والدولية لتقوم مكانها، ولكن لا تقوم بالرقابة على الأقل عليها وتحاسبها أين ذهبت الفلوس، تنظر للتقارير، تقيم البرامج، أين ذهبتم، ما البرامج التي نفذت وأين نفذت، ما هو الأثر والجدوى لهذه البرامج، وتقيمها على أرض الواقع أيضا، لا يكتفي أن تقيمها على الأوراق فقط. وبالتالي حتى المبالغة في الصرف النفقات على 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 مشاريع المنظمات هذه باسم العمل الإنساني. نعم. يجب أن يوقف أيضا عليه، لأنه جزء من الفساد والتي هي على حساب الجياع من النازحين وأبناء اليمن. نعم. بالعودة إليك أستاذ فهمي، واستمعت إلى طرح الأستاذ عبد الحميد بأن الحكومة متقاعسة عن إيصال المعاناة التي يكابدها النازحون في مخيمات النزوح، بدليل أن هناك يعني 5 حالات وفاة سجلت، وربما الرقم يرتفع في إحدى مخيمات النزوح في مأرب. أيضا الكثير من الأوبئة منتشرة في أوساط النازحين، ولكن هذه المعاناة لا تصل بالشكل المطلوب إلى العالم، وأيضا يعني ليس هناك متابعة من أجل تسخير هذه الأموال التي هي في المقام الأول للفئات الأشد والأكثر ضعفا في اليمن. نعم أخي الكريم، يعني ليس لا يجب أن ننظر إلى الموضوع. طبعا الحكومة تتعامل كحكومة كدولة، يعني لا نقارنها بالميليشيات الحوثية. نعم أستاذ فهمي، لكنك أشرت إلى جزئية مهمة، وهي أن أغلب الدعم يذهب إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 75%، بينما نعم. المناطق المحررة 25. ألا ترى أن في ذلك تقاعس كبير من نعم. أداء الحكومة نعم. المعترف بها دوليا؟ لا شك بأن هناك نوع من القصور، لكن وأشارت وزارة التخطيط إلى هذه التجاوزات التي تقوم بها هذه المنظمات الأممية والدولية، وأيضا هذه المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية لا تدخل ولا تمارس عملها وتدخلاتها سواء في مناطق سيطرة الحوثي أو في مناطق الشرعية إلا بتصريح وترخيص من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. لكن حتى لا يتضرر الناس بشكل أكبر ويتضاعف وتتضاعف الإنسانية، فإنها تسمح لهذه المنظمات بالعمل. ونحن ندعو الحكومة إلى ممارسة مزيد من الضغط ومكاشفة والمحاسبة المالية والشفافية تجاه هذه المنظمات. يجب عليها تقديم بيانات والحسابات المالية، أين تذهب هذه الأموال، أموال مليارات الدولارات،
تدفع لهذه المنظمات من أجل إغاثة الشعب اليمني، بينما تذهب 50% من هذه الأموال مصروفات إدارية ونفقات تشغيلية لهذه المنظمات. للأسف الشديد يجب الوقوف بحزم، ونحن ندعو ونكرر أن تقف الحكومة بحزم أمام هذه التجاوزات التي تقوم بها هذه المنظمات من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، لا أن تزيد من العباء والمعاناة من يعني في ظل الحرب وفي ظل هذه الوضع الكارثي الذي أشعلته ميليشيات الحوثي. يعني أخي الكريم، هناك تجاوزات، وهذه المنظمات للأسف الشديد بعيدة تماما عن مبادئ العمل الإنساني، عن الاستقلالية. هناك انحياز واضح لميليشيات الحوثي، وأكبر دليل رفضها أن تذهب إلى العاصمة المؤقتة عدن وتمارس عملها من هناك، فضلت أن تبقى في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا أمر يثير الاستغراب والدهشة. نعم. الأستاذ فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إليك دكتور إيهاب، يعني وأنا أعمل مداخلات مع بعض المتخصصين في المجال الإنساني، قالوا بأن عمل المنظمات في أول سنتين من الحرب يقتصر على العمل الإغاثي والسلال الإغاثية، لكن الآن وبعد 7 سنوات كان من المفترض أن يكون هناك يعني مشاريع تنموية مستدامة. هل هذا معناه أن إطالة أمد الحرب أيضا يخدم هذه المنظمات، وأن هناك نوعا من الاسترزاق الأممي إن صح التعبير؟ الحقيقة أن المشاريع الإغاثية والإنسانية لابد منها ولابد من استمرارها، خاصة فيما يشمل الاحتياجات الأساسية للناس للمواطنين، مثل الغذاء ومثل الصحة وتوفير المياه والنظافة، وهذا الاحتياج مستمر. إذا بقت الحرب أو لم تبقى الحرب سيستمر احتياجنا، لأن هذه تعتبر مساعدات منقذة للحياة، وهناك عدد كبير يعني 20 مليون يمني لا يعلمون ماذا سيأكلون غدا، وبالتالي مساعدات ما نتحدث عنها عن سيارة غذائية أو مساعدات طبية أو توفير مياه وغيرها هي مساعدات هامة جدا، مثلها مثل المساعدات التنموية طويلة المدى. لكن مع غياب الدولة وعدم قدرتها على إدارة المؤسسات الدولة ماليا من حيث يعني عدم وجود ميزانية للدولة، قامت المنظمات وأغلبها المنظمات الإقليمية والتابعة للدول الشقيقة في المحيط اليمني يعني تمويل هذه المشاريع مثل المياه والمدارس ومراكز الصحية المراكز الصحية والمستشفيات، وإمدادها بالتمويل اللازم حتى تبقى الخدمات مستمرة للمواطنين. وبالتالي نحن لم ندخل في المشاريع التنموية طويلة المدى، ولكن كلها تندرج تحت الإنقاذ العاجل أو الاستجابة العاجلة. لكن دكتور إيهاب، يعني دكتور إيهاب، السؤال الذي يطرح وأكثر إلحاحا في هذا التوقيت، لماذا سنة عن الأخرى يزداد وتزداد نسب المجاعة، نسب الذين يدخلون في المرحلة، الآن نحن في المرحلة ربما الخامسة من مراحل المجاعة، أيضا نسب الذين يعانون من الأمراض، نسب الذين لا يعرفون من أين سيحصلون على الوجبة المقبلة، لماذا طيلة هذه السنوات ومليارات الدولارات لم يعني تخف هذه النسبة؟ هذا يرجع لمجموعة أسباب. أولا هناك تدني اقتصادي كبير في الوضع اليمني، وبالتالي مواجهة الأعمال الإغاثية والإنسانية لا يكفي مقابل التدني الاقتصادي، والذي أدى إلى وجود فرق عملة كبير وارتفاع للسلع الغذائية في اليمن. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك الاقتصاد اليمني لابد أن يتحرر وأن يدعم هو اليمنيين بأنفسهم. نحن نخسر مقابل مساعدة الإنسانية 20 مليار دولار خلال 7 سنوات الماضية، لكن اليمن خسرت في الدخل المحلي العام أكثر من 200 مليار دولار. هذا ينعكس أيضا على 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 قدرة البشر على الصمود بالشكل المناسب. أنا ما أريد أن أقوله أن المساعدة الإنسانية لا تساوي شيء أمام المخاطر والأضرار التي تلحق بالمجتمع اليمني. حتى الآن المعالجات الاقتصادية، إذا افترضنا أنها ستكون هناك 5 مليار وديعة أو 10 مليار أو مساعدة البنك الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية،
كل هذا لن يوازي ولا 10% ما يخسره المجتمع اليمني من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يخسره من عافيته وصحته ومستقبله. نعم. الدكتور إيهاب القرشي المختص في المجال الإنساني ومدير عام الرقابة والتقييم في يمن دايركت، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إليك أستاذ عبد الحميد، واستمعت إلى طرح الدكتور إيهاب بأن المجتمع اليمني يخسر أكثر مما يحصل على مساعدات في هذا التوقيت، وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن الحرب أدت إلى انخفاض الناتج المحلي وناتج الفرد بنسبة 50%. إلى متى سنظل أستاذ عبد الحميد يعني ننتظر الدعم من الآخرين ولا نحاول يعني أن نساعد أنفسنا بأنفسنا؟ طالما استمرت الحرب سيستمر الانهيار الاقتصادي، وهذا الانهيار الاقتصادي لم يكن ضرره على النازحين فقط ولكن على المجتمع اليمني بشكل عام. كل يوم تدخل فئات جديدة وأعداد جديدة إلى قوائم الفئات الأشد فقرا والمهدد أو تحت خط المجاعة. الآن هناك محافظة الحديدة مثلا أكبر محافظة فيها مجاعة. نعم. ظهرت الصور التي يندالها الجبين الإنسانية. نتمنى أيضا أن هناك أيضا الدعم الذي يقدم أن يقدم أيضا لإعادة مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني. نعم. تدوير الاقتصاد هو من سيعيد أيضا إلى أنه جزء من المعركة، جبهة من الجبهات. الدعم الذي يقدم عبر المنظمات أيضا يتمنى أن تكون أموال المنظمات أن تودع في البنك المركزي اليمني وتصرف من أجل دعم الاقتصاد اليمني والملاءة اليمنية والعملة اليمنية ليتحسن وضعية الشراء ويتحسن قيمة العملة وتبدأ الدورة الاقتصادية في المناطق المحررة والآمنة من دوران الحياة من أجل المواطن يستطيع أن يكسب لقمة عيشه ولا يظل ينتظر المساعدات التي تأتيه سلة غذائية من هنا أو قليل من أدوات التنظيف ومساحيق الغسيل من هنا أو هناك من هذه المنظمة أو تلك. يحتاج كل اليمنيين عمليون، وهم يحتاجون فقط إلى 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 إيجاد الفرص بدورة حياة إنعاشية اقتصادية مع مؤسسات دولة والإشراف على برامج الأمم المتحدة من قبل السلطات المحلية والوزارات أيضا تتكاتف، ويتم محاسبة وشفافية وتقدم هذه تقاريرها أين تذهب الفلوس وتناقش برامجها وقيمة هذه البرامج ومدى مطابقتها لأرض الواقع والتكاليف، بما يخفف ويحافظ على الأعباء ويحافظ على الأموال التي تجبى باسم نعم. من المجتمع الدولي باسم اليمنيين. نعم. بما أنك أشرت إلى موضوع التعافي للعملة المحلية خصوصا بعد تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، كان ذلك قبل 3 أسابيع، قبل النقاش حول هذا الموضوع نتوقف عند مقال للكاتب مسعود أحمد بعنوان انهيار درامي للعملة ثم تعاف سريع. لم تودع في حساب البنك المركزي عادة أي وديعات مالية أو دعم مالي خارجي، ولم تورد للبنك أي مبالغ من مبيعات النفط أو أي إيرادات أخرى، ومع ذلك انخفض سعر الدولار أمام الريال اليمني خلال أسبوعين من 1700 إلى 913 ريال للدولار. صحيح إن لقرار تغيير قيادة البنك المركزي التي لم تستلم مهامها بشكل كامل بعد، صحيح له تأثير مهم على سوق العملة، ولكن ليس إلى هذا الحد، ومن غير أن يدعم موقفها أي إجراء اقتصادي معلن ورسمي. التفسير الأقرب للانهيار الدرامي للريال اليمني ثم التعافي السريع بوقت قياسي هو أن من يقف وراء هذا التعافي السريع للعملة هو من أدار من قبل عملية افتراس للعملة الوطنية بشكل قاطف للضغط في ملفات أخرى، وما جيش الصرافين إلا أدوات تنفيذية لذلك. استمعت إلى ما جاء في المقال أستاذ عبد الحميد، وهل توافق الكاتب رأيه بأن عملية الانهيار كانت بفعل فاعل أم أن هذا الانهيار كان بفعل عدم وجود نقد أجنبي في البنك المركزي ووديعة وما إلى هنالك؟
الكاتب تطرق الى زاويه مهمه ولفته مهمه الى جانب هام جدا من المشكله الاقتصاد الوطني وسبب انهيار العمله. انا في اعتقادي ان هذا التعافي بعد الانهيار الكبير بسبب قرار التغيير لاداره البنك المركزي يكشف ان اداره البنك المركزي السابقه كانت احدى اسباب الانهيار ومشكلة في حد ذاتها. حولت البنك المركزي إلى مضارب، وحولته إلى غيبت دوره وسلمت الدور إلى مافيا السوق والمال أيضا. ولا ننكر الأيادي الخارجية أيضا كجزء من المعركة والملفات، لكن إدارة البنك المركزي أيضا سلمت هذا الدور من أجل تنجح هذه المشاريع. نعم. مجرد تغيير لحظة بس. نعم. مجرد تغيير القرار، تغيير إدارة البنك المركزي ولم يستلم مهامها بعد وتعافت العملة، معنى ذلك أن الإدارة القديمة الصلاحيات التي كانت ممنوحة لها لتقديم الدعم للمتلاعبين شلت. نعم. وبالتالي حصل التعافي. بالإشارة إلى النقطة هذه، هل هذا معناه أن التعافي حقيقي؟ خصوصا أنك أشرت إلى أن التعافي هذا يجب أن يكون مقرون بوديعة، بتفعيل موارد ومؤسسات الدولة، بأيضا أن تضع مؤتمرات الاستجابة الإنسانية الأموال في البنك المركزي، أم أنه يعني قد نفاجأ إذا لم يحصل ذلك بأن انهيار الريال سيعود ويتجاوز ربما الانهيار التاريخي الذي وصل إلى 1700 مقابل الدولار؟ هذا شيء مؤقت فقط، لكنه ليست معالجة هذه. نعم. تحتاج الإدارة البنك أن تستلم أعمالها وتضم عظم يعني حزمة من 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 الإجراءات، وانعقد مجلس الاقتصادي الأعلى، وتتكاتف الجهود الحكومية مع البنك المركزي. البنك المركزي ليس وحده فقط، أيضا الضابط العملية، أيضا لابد أن تتكاتف كل الجهات، مجلس اقتصادي أعلى بما فيه الحكومة جزء من هذا المجلس الاقتصادي، بتحسين الإيرادات، الضرب على أماكن الفساد، تحسين الوضع المعيشي، وبالتالي إلى جانب مساعدة الأشقاء برفض، لابد من ملاءة للبنك المركزي من العملات الصعبة، وأيضا لا ننتظر الملاءة ونعتمد عليها، يجب أن تفكر أيضا البنك المركزي والحكومة ماذا بعد هذه الوديعة، ماذا إذا نفذت، يجب أن لا تنفذ، ونحسن مصادرنا حتى تظل الملاءة مستمرة ومتزايدة من العملة الصعبة، وليست إن يعني الاكتفاء بهذه الوديعة إن وجدت، يجب أن هناك تستمر الحزمات وتستمر المراقبة وتستمر المحاسبة، وبالتالي إيجاد أجهزة دولة متكاملة للعمل على أرض الميدان في الملف الاقتصادي. عبد الحميد الشرعبي، مدير عام مكتب وكالة الأنباء اليمنية بمحافظة مأرب، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لكم. والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، في أمان الله.